بقى قبل التقرير حضرتك كنت بتتكلم انه كان في مدرسة، كان في اقتناع بيك من مدرسك في المدرسة، بعد كده الوالدة اقتنعت، بعد كده جت خطوة الاهلي. كان قبل الاهلي في خطوات سابقة ولا الاهلي كان على طول مباشرة اول حاجة جات لك؟ كان في نادي الزمالك، انا ساكن وسط نادي الاهلي ونادي الزمالك في النص كده يعني، فكان عشان احمد عبد الحليم قلنا كان قال ما تيجي عندنا، رحت بعد ما كنت بتلعبه في الشارع شاف ان في موهبه فقال لك تعالى، هو كان في رحت بس ما يعني اتقابلت وكل حاجه بس ما مضيتش في نادي الزمالك ولا اي حاجه، رحت اختبارات وسافرت صيفت ورجعت. فكان في كابتن اسمه صابر قال له يا كابتن ده كان عندنا هنا وكويس ومش عارف، قال لي بتعرف تلعب ايه؟ قلت له كذا، قال لي انزل كده لعبت شويه كده راح نادالي، قال لي روح. قلت له ليه؟ قال لي انت ما عندكش فكره يا ابني، روح. خدت منه الدوري سنتها مع عواضين، ده اللي حسن حلمي نادى عليا قال لي انت هتبقى لعيب كويس. قلت له الراجل ده قال لي انت لعيب وحش، قال لي انت لعيب وحش، يعني انت رحت النادي الاهلي لعبت مع الفرقه، قابلت الفرقه اللي كان هو اللي مدرب، هو الراجل المدرب ده المدرب فيها اللي قال خدت منه الدوري، خدت منه الدوري سنتها. فدي كانت يعني أول أرسة. تاني أرسة بقى اللي هو من 18 ل 21 سنة اللي هتلعب، كنت مفروض أسافر معهم هورسد في الصومال، حصل كده كنت منتخب الناشئين حاجة زي كده حصلت شيء، فقالوا لا، خدوا جمال عبد الحميد مكاني، ما راحش ما لعبش هناك ال 16، حطوه ال 17، أنت عارف كان فيه ال 17 و 18، بالظبط خدوه يعني عشان لو حصل أي حاجة. لما رجعنا مصر ندهلي بقى كابتن عزت أبو الروس قال لي تعالى احنا بعد بكره عندنا ماتش قدام هورس الصومالي، هتلعب تاني تايم مكان الكابتن علي زيور. علي زيور كنت كام سنه ساعتها كده؟ كنت 17 سنه. بصيت له كده قلت له اوكي عادي. ما خفتش يعني؟ ما قلبك ما دقش؟ لا انا كان عندي حته بقعد اتفرج، اقعد اي انت عارف تتوسم في روحك يعني انك انت قدها تقدر تعمل حاجه كويسه لو لعبت مع الناس دي. بس بالنسبه لنا كانوا ايه يعني؟ كانوا يخضوا، كان فرقه النادي الاهلي ايامها تخض. مين بقى كابتن؟ قول لنا كده الاسماء فكرنا. ثابت الله يرحمه واكرامي، وكان معاهم عادل عبد المنعم برضو الله يرحمه، ابو عادل عبد المنعم حارس المرمى ده، وكان في احمد ناجي وشوبير، ده خمس اسماء، ده مجرد مركز واحد. خمسه بتاعي احمد عبد الباقي بكرايت، حسن حمدي ومصطفى يونس، معهم ماهر همام، فتحي مبروك، مين كان باك ليفت؟ كان حازم خالد ساعات، حازم خالد موجود. خد بقى طارق الشيخ ومحسن صالح وصفت عبد الحليم وشطه ومختار، دول كانوا، مصطفى عبده الخطيب، زيزو، جمال عبد العظيم، دول كانوا الفرقه. دي اسماء كبيره جدا. لا دي حاجه يعني حاجه ما ينفعش حد. مين الاحتياطي بتاعت الناس دي لو حب يبص له؟ من عند الكابتن جوهري، السمري، عاطف السمري، ونبيل بحطيتي، وكان كذا حد بقى من فرقه الامل لو تفتكر انت بتسمع عنها، كانوا موجودين كده لعيبه كتير جدا قبلينا بكتير. احنا انا يعني الحظ خلاني اعدي على فريقين بحالهم، نطيت نطه نطيت خالد جد الله وجمال الجندي، وبعد كده هم جم لعبوا معانا، بس انا نطيت الناس دي كلها، قطعت شوط كبير، قطعت شوط كبير قوي بالحظ يعني، مش وبالجرأه. انا كنت، انت عارف اللي مش عايزها فهي تديله، الدنيا ما بتديش محتاج، انت بتبقى محتاج الحكايه وبتاع. لا انا ما عندك هدوء جراند يعني، انا مش فارقه معاك قوي يعني، حتى انا مش فارقه معاك قوي. اول يوم رايح اللي هو الماتش ده، حطيت شنطه كده على كتفي وماشي، بيبصوا لي كده بتقول لي على فين ان شاء الله؟ قلت له بفتح التلفزيون النهارده انت هتتفرج عليا. خدت الكلمه وزكتت يعني، وفعلا اتفرجوا عليا الدور ولعبت تاني تايم وشويه جه ورحت جايب جون طاير بدماغي عاملها في المقص، وقت الولاده بتاعت شيف عبد المنعم. كنت دايما حضرتك تلعب في تاني تايم صح؟ ده ولا إيه؟ لا هو ده الماتش، ده يعني دي حاجه كانت يمكن بعد الحادثه، يمكن بعد الحادثه اجوز بعد حادثتي ليها ظروف، ابتديت بقى اخد كان كابتن جوهري جه ابتديت اخد هاف تايم، ابتدي اول تايم مثلا اجيب جول فيريحني وينزل حد تاني، ابتدت الحكايه دي. الحادثه دي غيرت يعني مسارك
180 درجه خلينا غيرت احترافي كمان غيرت الطريق كله اللي حضرتك يمكن كنت رسمه من البدايه يعني يمكن يعرف انا كنت على باب الاحتراف في ثلاث فرق كبار جدا في العالم يعني كان في بايرن بايرن ميونخ وكان في بشكاتش التركي وفنربخشة وكان في ساوثهامبتون انجليزي انديه كلها وكل انديه دي جبت فيها جوال يعني مش بالصدفه كان كل ما كانش عندنا سمه الاحتراف دي ولا كان عندنا مديرين اعمال ولا حاجه يمكن هاني لحق حته اللغه دي انك انت تقدري تتكلمي مع حد ويبقى يفتح له باب الاحتراف اي حاجه كانت العمليه جديده علينا قوي ما كانش عندنا في مجالس الاداره او اي حاجه مهما كان مين فينا يعني ان هم يسمحوا له ان هو يبقى فيه مناقشه ان هو يروح يلعب بره او حاجه كان الموضوع مقفول الموضوع كان مقفول فعلا مش عشان مش عايزين شريف بس لو ان انا اتعرض عليا في تركيا مبلغ انا يعني عباس لبيب الله يرحمه قال انا مستغرب 185000 دولار دي انا عمري ما سمعتها في الوقت ده في الوقت ده اكنك جايبينك من انجلترا يعني ولا جايبينك منين ازاي ما هو الفريق مرتجى الله يرحمه قال ولا 10 سنين نفرط في لعيب زي ده كنت صغير في السن طب كويس جدا وجي السمسار لمصر هنا لكابتن حسن حمدي فكابتن حسن حمدي قال له رؤيه المجلس الاداره ان ده بالذات مش هيقدروا يستغنوا عنه عايز تاخد اي حد تاني شاور كده كان عايز بقى يتكلم على الاولد بقى اللي هم الناس سنا اكبر شويه انا اصغر من كل الفرقه دي بخمس ست سنين ياه انا كنت اصغر منهم فكان في ناس بقى 28 29 طارق الشيخ صفوت وماشي كان ممكن يبقى في حوار في المنطقه دي الراجل قال احنا عايزين ده ان ما رحت تركيا عملت ماتشات قدام باير ميونخ سيب ماير وجيرد ميلر والنادي كلها عملت ماتش كويس ما شاء الله يعني الحمد لله يعني على كل شيء جت بقى حكايه الحادثه دي عملت اب سايد داون يعني الدنيا اتقلبت كلها وكويس ان انا رجعت العب تاني يعني مش الحمد لله على كل شيء يعني فاهماني وكويس ان انا موجود معاكم هنا كمان لا منورنا كابتن ازاي ربنا يديك طول العمر يعني يعني الحته المشوار الطويل الحلقه اعتقد يعني دي جت في اخر كارير تقريبا يا كابتن يعني الحادثه كان عندك كام سنه كان عندي 22 سنه ولا 23 سنه كنت لسه ببتدي بقى البومينج اللي هو هتبتدي حياتك وكنت بفكر كمان انا في دماغي اجيب الراجل السمسار ده كان سايب لي الكارت بتاعه اكلمه بتاع ما حصلش طبعا بقت بدايه تانيه كتير الله يرحمه كابتن صالح سليم وكان كابتن حسن حمدي معايا في انجلترا في العلاج يعني فقالوا احنا عايزينه بس يمشي على رجليه يعني كانت الاصابه ايه يا كابتن ده اصابه صعبه شويه كان في ظهري وفي رجلي من جوه دي حادثه عربيه من هنا وحادثه عربيه يا ساتر ان انا ارجع العب كره تانيه دي كانت